وعاد بانتصار ثمين للغايه من سيدي بوزيد بالذات ضد الاولمبيك، هدف مقابل صفر في هذه اللحظه بالذات. الحكم شادي شرفي يعلن عن انطلاقه المباراه بين هلال الشبه والشبيبه الرياضيه القيروانيه. خرج الميدان وانتصر مارتين داخل الديار. ترجع كره للهلال الرياضي الشبه في وسط الميدان، محترمه جدا في هذا الموسم. حتى الفرق الجديده كما ساقيه الزيت وكما القاصرين بثلاثه اهداف، يعني هذا فرصه خطيره للشباب. ممتاز نادر قاري، جاري كره ممتازه جدا، ما فهموش اللاعب وليد الشرق لهلال الشابه. تمشي ياسين المرابط يلعب كره على طول داخل 18، عزيز المجاوي موجود يعني بالفيرمون عن طريق البطل. هذه فرصه خطيره وليد الشرق، وضربه جزاء، ضربه جزاء للشبيبه القيروانيه. ايهاب الترود، الترود يفقد رويدا والهدف الاول، الهدف الاول امام القيروان، الهدف الاول ايهاب الترود، الهدف الاول للشبيبه القيروانيه. ايهاب الترود يتمكن من افتتاح النتيجه للشبيبه القيروانيه، ورقصه ملاعبيه الجوسكا على الطريقه الافريقيه، وهي رقصه وليد الجابي، ولكن تقريبا ولات رقصه جماعيه لكامل الفريق مع تفاعل الجماهير، تفاعل كبير جدا من جماهير الشبيبه الرياضيه القيروانيه اللي قاعدين يحتفلوا بهذا الهدف. يختار وليد الشربي فتك الكره داخل 18، الشربي وليد يصوب، غريبه جدا، غريبه من وليد الشربي، واحتجاج من اسامه بن مليح. ممتاز الترويج من الشربي، نادر كاع يشرب اللاعب يهب الترودي وجه لوجه، يهب الترودي وجه لوجه، وتدخل الحكم يقول له ما فماش. هذا الوسام يوزع الكور على وطويل، يمشي ليوسف عزيز، التوزيع من يوسف عزيز، خير الكور. الفريق الانجليزيه بن علي يلعب داخل 18، يدخل الدفاع في مناسبه اولى والحكم يقول موقف. باش تنتصر عليها في قرقني لحد 17، فرصه خطيره، فرصه خطيره تجيب ركني، فرصه خطيره لهلال الشابه كانت مخالفه. يعني ممكن نقلت لمصر اكثر من 6 مرات وشفت قلعه نتاع الاهلي المصري وحتى الزمالك من ناحيه الاشهار والاستشهار انه يساندوا. هنا فرصة للشبيبة القيروانية وليد الشربي، وكان تبعيد اللي تنجم وتأثر وتجيب حتى الإصابات للملاعبين. يجري ظهير رئيس يوسف عزيز مش يوزع، يلعب عزيز الروتري يدخل الدفاع، يرجع يتعلموا السفارة، وهنا فرصة خطيرة للشابة وضربة مرمى أو مخالف. لوي والزمن الجميل يعني خرج ملاعبية من تراس عالي جدا، شويه تعب مع متقدم في النتيجه، وهذه فرصه خطيره، خطيره جدا، خطيره جدا. فهدي بن رحالي التوزيع في ممتازه، التوزيع ممتازه جدا، التوزيع وضربه راسيه لهلال الشابه، ولكن في الاخير الكره كانت خارج الميدان فوق مرمى الحارس عزيز المجاوي. التوزيع بالساق اليمنى داخل 18 ممتازه، ولكن الحارس عزيز المجاوي مش يلعب كره داخل 18، بن علي يلعب كره مباشره ممتازه ويدخل الدفاع في المناسبه الاولى، المناسبه الثانيه بعد نختار في القائمه الاثنين، يخليها للاعب نادر قار، قار يدخل 18 ممتاز، قار قار، والحكم يقول ما فيها شيء. ظهير الايمن ظهير الايسر بعد صعود محور الدفاع للركنيه يقعد هو تمشي الكور بعيد بعيد للامانه من الاسكندر النافيتي، ولو انه الخطا ليس من النافيتي. بن مليح، بن مليح عنده كره مش يوزع، غريبه جدا، غريبه جدا من وليد الشرق لليسار، وين موجود الخميس داخل 18، والكره تمشي ضربه مرمى، تمشي ضربه مرمى. هيثم تيج يجري الكور للاعب فهمي الرحالي، فهم الرحالي كاد يمر تمريرة الهدف، حاول يراوغ يدخل 18، هيثم تيج، هيثم تيج وداخل الدفاع. ديما تقدم الشبيبة تنفذ الركنية خطيرة وتمر للقائمة الثانية، خطأ ولا يحتاج على ملتقط الكرات اللي هو من فريقه وفي ميدانه. البعض داخل 18 تتوزع الكرة
كره خطيره يدخل على القلعه فما نسمه اولى ودفاع فما نسمه ثانيه وبعد ونختار لبست الكره هذه للشاب توغل على جهه اليسر المراوغه الاولى ويدخل دفاع استماته كبير استماته كبيره من دفاع الشباب القيروانيه الدفاع مع كيليبر في الوسط الميدان والهجوم يصنع فريق ممتاز يوسف عزيز يلعب التابس يخلص 18 شباب المليح بالمليحه يلعب التالونات في اتجاه اللاعب وليد الجربي ولكن الحق وممتاز الترود الترود يوزع الكره لمستوى القائم الثاني بالمليحه تصويبه ممتاز يتوجه له وطلب منه السماح واعطاه قبلتين وهذه الكره خطيره بالمليحه ويدخل الفرع شنواك مباراه الساده المشاهدين فرصه خطيره غريبه جدا من جربي يعني هديه من دفاع الشابه لوليد الجربي على 18 ضيع الكره وليد الجربي في شرط التنفيذ ليه يخليها لايمن بن علي تمشي الكره ناتولي ناتولي صوب غايده كورت ترود بالساق اليسرى ممتازه التوزيع بترود ويدخل الدفاع والحكم يقول مخالفه بالفعل وتذهب الى الشابه نالوت نالوت يصوب والحارس والحارس عزيز المجاوي ابحث على بن عمار على وطويل بن عمار هناك لمسه اليد يحتج الحارس علي القلعي وفي الاخير لمسه يد بالفعل تفضل الحكم قدر اللي يقدر يدفع الكثير يدفع الكثير واللي ما يقدرش ما يدفعش او يدفع القليل هذا الفريق الوحيد اللي اقتلع نقطه من الشبيبه القيرواني هو ردي يعني يلعب بتسعه ملاعبيه ويلعب اهلاوي واسم عمار يوسف بن عمار فاز يسجل هدف ثاني للشباب القيرواني ممتاز الترويض امير الطاهري يقرب الكره يخرج الحارس عزيز المشي فرصه خطير ايمن بن علي ايمن بن علي عاد الكل يحاول يراوغ ويصوت امير القلع امير القلع يلعب بالكور مع يوسف عزيمي بعد الاختار وتختمش الكور الكره من امير الذويب على الكور داخل 18 التصوير بعيد الكور وجماهير الشبيبه تتفاعل وتحتفل بهذا الانتصار وبهذه اللعبه بالبيت الحكم الشيخ الشرفي يعلن عن نهايه المباراه بانتصار الشبيبه القيروانيه هدف مقابل صفر هدف اللاعب اللاعب يهب الترودي بالضربه الجزاء في 15 دقيقه في الشوط الاول